تأتي زيارة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري على رأس وفد تجاري رفيع المستوى من دولة الإمارات إلى المملكة المغربية الشقيقة، زيارة معهودة. أننا دائما نتواصل مع الإخوان معنا المسؤولين في المملكة المغربية. كانت لدينا حقيقة اجتماعات من الأمس حتى اليوم، كان لقاء اليوم مثمر مع معالي وزيرة الاقتصاد والمالية. أيضا حقيقة حظينا بفرصة الالتقاء برجال الأعمال اليوم، كان في بعد الظهر كان في عندنا لقاء ومنتدى تجاري استثماري، لمسنا عن قرب مدى نضوج البنية التشريعية الاستثمارية في المملكة المغربية. هناك رغبة وزخم إماراتي في الاستثمار في المملكة المغربية. وصلت استثماراتنا تتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار. هناك شركات إماراتية عملاقة موجودة على التراب الوطني. العلاقة ليست حديثة المولد، تأتي منذ 50 عاما عمل جاد بين الحكومتين. حقيقة الآن تتطلب العمل الجاد أكثر من القطاع الخاص، وجود على وشراكات مع الشركات المغربية. نرى في فرص استثمارية في المغرب، في الصناعة، في الطيران، في الزراعة، في الأسماك، في صناعة السيارات. هناك قطاعات حقيقة عدة. لمسنا عن قرب مدى التلاحم المغربي الإماراتي من ناحية القطاع الخاص والقطاع الحكومي. نتأمل إن شاء الله أن تزيد زياراتنا للمغرب وزيارة المغرب للإمارات. العلاقة فريدة تمر في عصرها الذهبي.